القسم الثاني من كلام بيروت بنفتتحه ايضا بالكاريكاتير وجريده البلد حول زياره المسؤول الامريكي، ولكن بحوار بينه وبين الرئيس نبيه بري. المسؤول الامريكي يقول للرئيس بري ليتس توك، فيرد عليه رئيس بري ايه بس ما تركب لنا الطوق. ليش في انطباع لدى فئه منا قليله من اللبنانيين انه دائما التحاور مع الولايات المتحده شرطه الخضوع او يعني انه ما بيكون على مستوى من النديه؟ لا، بقول لك التجربه مع الاداره الامريكيه السابقه اداره الرئيس بوش الحقيقه ما كانت مشجعه لا بلبنان ولا بالمنطقه ولا بافغانستان ولا بالعراق. حتى موقف الاداره الامريكيه من اسرائيل في المرحله السابقه اثناء حرب تموز وغيرها، يعني التجربه مع الاداره السابقه لا تشجع. نعم. فلذلك من دون شك هناك تحول في الموقف الامريكي، ولكن بنفس الوقت بضل في نوع من هاجس معين بانه يعني وسؤال مطروح الى اي مدى اللوبي الصهيوني